السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ إن شاء الله درس الأقاليم المناخية في العالم. طبعا هندرس الأقاليم المناخية والنباتية في العالم. هنتكلم عن أكتر من إقليم مناخي. طبعا كلمة إقليم مناخي أصلا يعني إيه؟ كلمة إقليم مناخي يعني منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص مناخية معينة من حيث الحرارة والرياح والأمطار وغيرها. يعني المنطقة المحددة على سطح الأرض دي قد تكون متصلة أو منفصلة زي ما خدنا في أولى إعدادي. يعني ممكن الجو يبقى في قارة أفريقيا في منطقة مشابهة في نفس المناخ والجو بتاعها لأوروبا، نفس الجو والمناخ بتاعها لأمريكا، نفس الكلام والمناخ لأستراليا. إيه ده؟ على الرغم من أنها قارات متباعدة إلا أن المناخ هناك متقارب متشابه، خصائص مناخية متشابهة موحدة من حيث الحرارة والرياح والأمطار. دي كلمة إقليم مناخي في العالم. طيب بيختلف المناخ داخل القارة الواحدة، أحيانا يبقى المكان واحد منطقة محددة ومتصلة لكن يبقى فيها أكتر من مكان أكتر من مناخ. فالمناخ بيختلف داخل القارة الواحدة وفقا لعدة عوامل، حسب الموقع الفلكي وحسب الموقع الجغرافي وحسب تضاريس كل منطقة من هذه المناطق. طيب أنا هتكلم عن إيه دلوقتي؟ هتكلم عن هقسم الأقاليم المناخية أربع أنواع من الأقاليم. هبدأ بأول نوع وهي الأقاليم المناخية الحارة، ده نوع واحد هقسمه أربع مناطق. أول منطقة هسميها الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، وده بيبدأ من 0-10 شمال وجنوب خط الاستواء. 2 الإقليم المداري الحار، وده بنقول عليه الإقليم السوداني أو المداري الحار. 3 إقليم هو الإقليم الموسمي. 4 إقليم هو الصحراوي وشبه الصحراوي، وده إقليم كل الأقاليم دي أقاليم حارة. تمام، يعني تصنيفها. طب الاقليم الصحراوي بيصل الى 30 شمال وجنوب خط الاستواء، يعني من 0-30 دي الاقاليم الحاره. متقسمه بقى من 0-10 استوائي، من 10-18 مداري حار، ومن 18-30 صحراوي. طب الموسمي انت ما قلتيهوش، لان الموسمي ملهوش منطقه معينه من كذا لكذا، هو موجود في منطقه بعينها وهنفهم دلوقتي. اولا الاقليم الاستوائي وشبه الاستوائي اللي هو قلنا هيبدا من 0-10 شمال وجنوب خط الاستواء. لو خدنا بالنا ان المنطقه اللي بنت لي احمر دي اسمها جزر اندونيسيا. بتتميز المنطقه دي بانها اقليم استوائي. هتقولي طب يعني ايه اقليم استوائي؟ يعني ليه مناخ معين. هوصفه لك دلوقتي وهقول لك دلوقتي من حيث الحراره والامطار والرياح. طيب ايه تاني منطقة اسمها منطقة حوض الامازون. تالت منطقة وهي المنطقة بتاعة حوض الكونغو. دول التلات مناطق بنقول عليهم اقليم استوائي او شبه استوائي. ايه خصائصهم المناخية؟ الخصائص المناخية بتاعته انه ارتفاع الحرارة طوال العام، امطار غزيرة طوال العام. طيب بتنمو في غابات بالمنظر ده، بنقول امطار طوال العام وحرارة مرتفعة طوال العام، يبقى طبيعي ان اللي هيبقى هناك هتبقى نباتات قصيره ولا غابات ولا اشجار. طبعا غابات هنسميها بالغابات الاستوائيه، دي الخصائص النباتيه بتاعتي. وطبعا تتميز بكثافه الاشجار وتشابكها مع بعضها البعض. من اهم الاشجار المشهوره في هذا الاقليم او في هذه المناطق شجر المطاط والماهوجني. بالنسبه للحيوانات اللي موجوده بتكثر فيها الزواحف والطيور والحيوانات المتسلقه. تاني اقليم وهو الاقليم المداري الحار او بيتقال عليه المناخ الاقليم السوداني. الاقليم السوداني من 10-18 شمال وجنوب خط الاستواء، موجود في شبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية في جنوب غرب القارة، بنقول عليها جنوب غرب اسيا، لان شبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية موجودة جنوب غرب القارة. طيب ايه تاني؟ موجود في افريقيا في منطقة حوض الكونغو شمال وجنوب خط الاستواء. المنطقة الثالثة في امريكا الجنوبية شمال وجنوب الاقليم الاستوائي. وفي المنطقة الرابعة في امريكا الشمالية في بعض الاجزاء الجنوبية. اللون الاخضر ده يا ولادي اللي انا معلمة عليه هو ده بيعني الاقليم المداري الحار او المداري السوداني. في استراليا نفس الكلام، يوجد في شمال القارة. ايه خصائصه المناخية؟ يتميز بصيف حار ممطر وشتاء جاف. يعني هنا يا جماعة غير الإقليم الاستوائي، الاستوائي حرارة مرتفعة طوال العام وأمطار طوال العام، لكن المداري مختلف في خصائص المناخية، صيفه هو اللي حار ممطر والشتاء بتاعه جاف مفهوش أمطار.
طب ايه الخصائص النباتيه اللي موجوده فيه؟ بتنمو بغابات اقل كثافه وتشابكا من الغابات الاستوائيه، وكما تنمو في حشائش تسمى بحشائش السافانا اللي اتكلمنا عنها في سنه اولى، ان هي حشائش طبيعيه تنمو عليها الحيوانات وتتربى وتتغذى. طيب ثالث اقليم هو الاقليم الموسمي، اللي انا قلت مش هقول من كام لكام لانه يوجد في مناطق معينه على سطح الكره الارضيه، زي منطقه ايه اللي هي باللون الازرق زي ما احنا شايفين كده، منطقه الهند او بنقول عليها شبه جزيره الهند الصينيه او جنوب الصين. طبعا المثلث ده هو الهند والمنطقه دي جنوب الصين، السهمين اللي انا معلمه عليهم الهند وجنوب الصين، ده الاقليم الموسمي. طيب يوجد ايضا في منطقه في استراليا منطقه ايضا تخضع الى الاقليم الموسمي، بنقول عليها اقصى شمال القاره، المنطقه البروز اللي خارج منها دول اللي بنقول عليها قرنين استراليا اللي طالعين دول بنقول عليها اقليم موسمي. كمان في منطقه بنقول عليها هضبه اثيوبيا تعتبر اقليم موسمي، وجزيره اسمها جزيره متغشقر في افريقيا او تبع قاره افريقيا وخدناها طبعا في درس التضاريس برضو اقليم ايه موسمي. ايه خصائصه المناخيه؟ هو مشابه شويه للمداري لان حراره مرتفعه في الصيف وامطار غزيره صيفا والشتاء جاف. هتقولي مشابه قوي للمداري، هقول لك هو الفرق كلمه واحده، ان احنا هناك قلنا الامطار في الصيف، هنا هنقول امطار غزيره في الصيف، لكن الاثنين التانيين ثابت، حراره مرتفعه في الصيف وشتاء جاف. طب ايه الخصائص بقى النباتيه؟ تنمو الغابات الموسميه بسبب غزاره الامطار طبعا في الصيف، فعندي غابات بسميها غابات موسميه نظرا لان الاقليم موسمي فتسمى الغابات موسميه، بتوجد احيانا في وقت غزاره الامطار يعني في الصيف. اهم الشجر المشهور هناك هو شجر جوز الهند، والحشائش اللي منتشره برضو هي حشائش السافانا. ناخد بالنا يا اولاد، بقول لك اقليم مناخ المداري الحار بيتشابه مع اقليم المناخ الموسمي في المناخ. ليه؟ دلل برهن اثبت بالادله. هتقولي لان كلاهما صيف ممطر وشتاء جاف. سؤال تاني برضو بيجي لي في الجزئيه دي، يقول لي حشائش السافانا تتميز بالتدرج في اطوالها حسب كميه المطر، سؤال خد نفسي انا اولى اعدادي. بتقول لي لان حشائش السافانا تتميز بالتدرج حسب كميه الامطار، فلو انا عند الاقليم الاستوائي امطاري غزيره حشائش دي بتبقى طويله وتقصر كلما تدرجنا شمالا او جنوبا كلما ابتعدنا عن خط الاستواء. طيب بيعتبر حشائش السافانا دي حديقه حيوان طبيعيه ليه؟ لان بتعيش حيوانات اكله عشب وحيوانات اكله لحوم. حيوانات اكله عشب زي الزراف والافيال، حيوانات اكله لحوم زي الاسود والنمور والفهود وغيرها.